مقترحاتكم للخروج من هذه الأزمة السياسية ومقترحاتكم أيضا حتى للإصلاح السياسي؟ أي الإصلاح السياسي كيف كيف، شخصيا عندي مقترحات شخصيا، الجبهة مازالت ما ناقشتوش، لكن أنا نشرته وبالتالي لا أذيع سرا. فمشكل في الدستور التونسي، الدستور التونسي عندي أنا من أرقى الدساتير في العالم، وأعي ما أقول قريت فوق 150 دستور في عام 2020. تقصد دستور 25 جويلية 2022؟ لا، نتكلم على الدستور الشرعي اللي عملوه نواب الأمة لأول مرة في تاريخ تونس، اللي يقولوا طوله 3000 سنة، منذ 3000 سنة أول مرة الشعب التونسي يختار مندوبين اختيار حر لمجلس وطني تأسيسي صاغ، ولو على مدة طويلة من الزمن كان ممكن تختصر، دستور من أرقى الدساتير وأجمع عليه 200 نائب على 217 صوتوا عليه. نتكلم على هذا المكسب العظيم هذايا، واللي كان مفخرة لتونس وكان مثار للإعجاب بتونس. فبالتالي يقولك هذا الدستور هو عمل بشري فيه ثغرة، هذه الثغرة هي العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لابد من إعادة النظر فيها. شخصيا أعتقد أن أفضل نظام سياسي لتونس هو نظام رئاسي ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات والمراقبة المتبادلة، ومش نظام ينفرد فيه شخص بالسلطة ويكون فوق كل السلطات، وكل السلطات مسخرة باش تعمل وفقا لنزواته كما هو الدستور عام 22 اللي عمله السي قيس سعيد. مطلوب إصلاح الدستور، وفي هذا المجال شخصيا عندي مقترحات مكتوبة. مازلت مع النظام الرئاسي سي نجيب؟ أنا كنت من قبل الثورة وفي الثورة واليوم مقتنع بأن التوازن بين السلطات يلزم سلطة تنفيذية مستقلة على السلطة التشريعية، وسلطة تشريعية مستقلة وصلاحياتهم متوازنة وفما رقابة بيناتهم، والمقترحات موجودة. أكبر مثال على النظام الرئاسي الديمقراطي المتوازن هو الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما تخافش أنت من التمول اللي عمله قيس سعيد مثال في النموذج اللي أسس فيه أنت على النظام الرئاسي؟ هذا نظام رئاسي فظ ما عنده حتى علاقة بالدستور. هذا منافي لفلسفة الدساتير أصلا، هذا حكم الفرد المطلق. الدساتير جعلت منذ عام 1215 في بريطانيا للحد من سلطة الملك، بينما احنا عملنا ارتداد ب 700 سنة. الانجليز تطوروا على مدة 700 سنة للحد من سلطة الملك وتطوير الرقابة وإلى آخره، واحنا ارتدينا. طبعا النظام الملكي في بريطانيا عنده شروطه، ما عندناش ملك، احنا كي امريكا. امريكا وقت جات تعمل في عام 1873 فيما اذكر الدستور نتاعها، يعني تو 250 سنه 240 سنه، قالت احنا ماناش في حاجه الملك، احنا السلطه التنفيذيه باش ياخوها واحد منا، ويقع انتخابه انتخاب حر، وبالتالي لازم نحدوا السلطات نتاعو، وعطاو سلطات للرئيس في امريكا مش هي سلطات الملكه، لان الفلسفه والنظره والتجربه الامريكيه اثبتت نجاحها على مدى قرنين ونيف. فبالتالي هذه المواضيع استاذ اللي يلزمنا نناقشوها، واللي مع كل اسف في الاعلام لو كان جيت في مؤسسه اعلاميه مهما كانت يوقفوني تو، لا يا عايشك شنو علاقتك بسيهان بن صدري؟ تو هذا كلام، تو هذه مشاكل تونس، تو هذا مستقبل تونس، يحبوا التناطح. هاو فلان قال وهاي فلان.